السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عواش راكم مبروكات؟ هاني كلشي مزيان هانين الحمد لله. انتم في الدوار ان شاء الله، دوارنا في البلاد راه الدوار لتحت. انا اللي جاي اليوم الفوق، انا حتى الدار عندي وغنصور لكم دويرة ان شاء الله. انتم واخا راه باقا فيها الخدمة، باقا فيها بزاف الحويجات، وإنما الحمد لله اللهم بحال هكا ولا مني ما كانت كاع الحمد لله بشوية بشوية. وانتم مرحبا بكم عندي إن شاء الله، نوريكم دويرتي. انتم هاد العيد أنا مولفة أصلا، هذا هو الباب، هدا نوريكم يا الدخيلة ديال الباب ديال الدار. إن شاء الله رزق الصحة والسلامة ورزق بالشكمة إن شاء الله. هانتوما الباب، هاد الباب هرس، ما عرفتش شكون اللي هرسو ليا، هانتو بالجاج ما عرفتش شكون اللي هرسو، دراري شيرو بالحجار ولا ما عرفتش شنو. هانتوما ايوا الدخيلة هي هادي. هانتوما سد هاد الباب كاين العجاج باش ما يكملش. انا هاد هاد العام الحوايج يلاه بعدا هاكا نبدا لكم هنا ونبدا هنا. يلاه صب نتوما والشطب عرفتو من الصباح، من تقريبا 7 ديال الصباح حتى لدابا، دابا 12 وباقا وباقا عرفتي بالغباري وحال تا حاله. انا حاشاكم باقا ليا الصابون، يلاه بدلو الدريس باقي ما مصبنش. انا راه ما ساكنش في الدار هنايا، انا حاطه حويجاتي. هاد العام عيطت مع لوسي اللي جزاه بخير، هو اللي قال لنا جيو تعيدوا معنا هاد العام. ايوا صافي جينا عيدنا معاهم. ايوا هادشي اللي كاين. ودابا راه هنايا حطيت ع حويجاتي صافي، كنبات فيها وصافو تو من الصباح وانا كنشطب والروين، ورغم ذلك راه عدو الزيت طباته ونقات كلشي وصبرت ليا الحصاير وداكشي. دابا انا جيت عشطبت والحوايج اللي كانوا هنايا راه من 3 سنين وهما عمرهم ما تحلو، 3 سنين هزمو الحوايج دغيا نغين رغيك غدو الشكيق. يلاه حيت خندق تحول خندق سيت سقال امي عنات دغيا كلشي غير كاد ان شاء الله صافي تنقات الدار ان شاء الله باش بعدا تلقاي فين تنعسي. وهذا هادش الماء، يلاه دخلنا هاد الروبيني ما كان لا الماء، لا ما كاينش فيها لا ماء لا الضو اصلا. الضو خدينا عند واحد جارنا الله يجازيه بخير، حتى هو من هاد المنبر. ايه وصف هنا عمرات هادي عدوزتي اللي عمرتها. ايه وصف هنا حاشاكم جمعت داك الشيء اللي شطبت القرعي وداك الزبل وداك الشيء فيها. ايه وصافي هذا هو زعما صالون، هذا هو الصالون. وي رزق الصحه والسلامه تيتصلح ان شاء الله. هنا ان شاء الله غدار فيه الطواليت من هنا لقدام، هنا الدروج كطلعي للسطاح. ايوا هي هذيك هاد المرايه الله علقتها دابا. هانتوما انا يلا علقتها. إيه كتبغي تصايبي على شعرك ما كتلقيش في تصايبي. هانتوما هنا عزكم الله طواليت باقي ما مصلوحش، باقي 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 بزاف فيها، باقي باقي هنا. يلا حطيت فيها هاد العلاقه كنعلقوا فيه حوايجنا، كنبغيش كنبغيش تكمشوا بحال الجلال بحال هذاك التخربيق كتحطيه فيه. اللي كيحيد حوايجو كيعلقهم حيت ما باقي ما كاين لا مريو لا والو. المهم بشويه بشويه الله يرزق الصحه والسلامه. هذا هو المريح، هذا المريح الدخيله بحال هك فيه ثلاثه البيوزة والكوزينه تجي بحال هكا. على اليسر كاينه الكوزينه هي هذه الشعه، واخا هكاك الدوره سميتو البطيله. جيت نركبها ساعه تهرست ليا ليا واحد اللعيبه صافي. يلا جبت قلت زعما الا بغى بنادم يتوضا وهذا يلقى هذا الباب كيخرج ثاني للزنقه، هذا كيخرج للجهه الاخرى. هاتي نتوما هذا حتى هو كيطلع الجهه ان شاء الله ملي تصلح وتبنى. وديك الساعه كاينه واحد الشجيره قدام الباب، هذا ولد عم راجلي نيت حدايا. ايوا هادشي اللي كاين. خليت
تنسالي ونسدو. عفوا، هنايا خرجت الزبيبطات حطيت في عا الصباط والتخربيق صنادل حطيتهم في الكوزينه. انا ملي شطبت كلشي حطيت ليهم الصبابط، هادو فيه الصبابط كلشي، هادشي عا الصبابط وصنادل طويجنات ديالي مساكن شدو كونجي هاد العام. وين الكونجي؟ وين الكونجي؟ دارت من الراحه نكيوين العماد. ايوا هي هذيك الضو درنا ليها هكايا، كاينين عا شحال بولات كاينه ديال التواليس والمراح وداك البيت وكوزينه صافي. الضو بحال هكا دايز باقه، معدي لا الضو لا والو، شدينا على الجيران دايره ليها بحال هكا صافي. ايوا هنايا فين كاينه الروينه، هاد البيت اللي فيها الروينه صافي دايره بحال هكا، جمعه فيها المواعين وجمعه فيها التخربيق. وحيت اول عام داك العام فاش كانت كورونا اللي فاش يلاه بديت صلحت شويه، ديك الساعه جينا سكننا فيها جبنا شويه شويه تخربيق وتبقى ما كنا ما نزعم والو، وانما عندنا في هذاك العام صراحه جا زوين. ايوا الشراج باقي ما كاينينش الشراج، درنا ليها هكا كاين ليه جور برا، وهذا درت ليه هكا حيت باقي شي ثقبات على حسب كيدخل الغبره، وهذا درنا ليه. والحوايج هذا هو العرام اللي انا ضليت فيها كنسوس، هو هذا ها هما، كاينين الفراش كاين المواعن، جمعت كلشي صبنت هادو الازوار الفوقانيين غطيتهم. المجمر ديالي حتى هو حشاكم طارو. ايوا هنا الحويجات ديالنا اللي كنبدلو، فرشت الحصيره نقيه في الرشه وحطيتهم فيها حويجي وحويجات وليداتي وصافي. يا ما كنبركوش بزاف بحال دابا هاد المره ماشي، اما ملي هذا راه ملي ما سميتو كنبرك شهر ولا دابا ان شاء الله حيت تابعني الطبيب هذاك الشيء علاش ما غاداش نبرك بزاف كاع بنادم الا طول سيمانه وصافي. وهاد البيت اخر هو هذا، هادي ثاني حتى هي شطبت كلشي نقيتو. ايوا صافي هاد الفرش كنعسو فيه، هادي هي البيت الاخر صافي. ايوا هادشي اللي كاين. وهاد البيت حتى هيايا واحد البيت صغيور هانتوما ان شاء الله عقبال ملي تسالي ان شاء الله وندير لكم تاني الفيديو ان شاء الله في الدار تلقاوها مساليه ونقيه ومفينيه ومفرشه ان شاء الله بحول الله. الله يرزقها الصحه والسلامه. انا هاد الكرتونه في داكشي ديال القوادس ومسامر وداكشي ديال القرقاره وداكشي الجديد المهم. ايوا هادشي اللي كاين هانتوما، هاي هادي هي دويرتي. ايوا قلت لكم انا داك العام فاش يلاه سالات باقي المعلميه وجيت ديك الساعات تقضيت وخديت معناتي وخديت داكشي اللي خاصني. ايوا صافي جبت كلشي وسكنت فيها، كنت دوز فيها ملي كانت كورونا داز يلاه داز ديك الساعه يلاه طرقوا لنا العباد الله، جيت سكنت فيها شحال سكنت فيها شهرين حتى بداو الدراري يقراو عاد مشيت ثاني. ايوا دابا مشينا من ديك المره حتى لهاد المره دابا 3 سنين انا ما جيتش للبلاد. ايوا صافي مع المرض مع العمليه تبع عمليه وهذا صافي ما بقاش خلاتنا باش بنادم غيصلح ولا باش غيدير شي حاجه صافي، غير نفتنج غيكاد ان شاء الله. الله يرزق الصحه والسلامه بعدا نصحو ديك الساعه بنادم يبدا يصلح يميكسي ميك. ايوا صافي كرا صح حطيت اصلا الصراحه ما كيجي حتى ما الدراري ما كيجلسوش هنايا، كيمشيو عند جدهم ولا عند جداتهم عند امي انايا. ايوا هذا هو اللي كاين. انا راه ضليت ومرت لوسي الله يجازيها بخير جابت لي الفطور راهو في هذه الكفه، ولكن راه فطرت دابا، جابت لي قطبان واتاي وجابت لي سميتو جابت لي منو زيت العود، ولكن راه فطرت الصراحه فطرت. انا باقي عام سامر وباقا هاد السكيرات فيهم صيفطات مع بنتي داز زيت العود وحده املو. ايوا الله يجازيها بخير. ايوا هذا هو اللي كاين. ايوا صافي ان شاء الله دابا غنخليكم. اش كديره فاطمه الزهره؟ هاد المرايه يلاه علقتها باش نلقاو فين نصايبو سميتو الزيفنا. ايوا صافي ان شاء الله دابايا غنخليكم هنا، نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من اللايك من الاشتراك من ابوني. ايوا هذا هو اللي كاين يا احبابي، عقلت انا غنشارك معكم هاد طبيرتي كيما كانت، داكشي متواضع هادشي اللي كاين. ايوا نتمنى ان شاء الله
يعجبكم هذا الفيديو، وما تنسونيش ما تنسونيش ما تنسونيش تجازيكم بخير، من لايكات من ابوني اللي تفرجت على اللحظه هذه، ما تنسينيش بصيمه بصيمه ها واحد البصيمه وشي تعليق زوين بحالكم راه كتنساوني الدريه، ساليت ناس تغلى لايك ولا تعليق تنور الناس تكتب تسكر عقلي بات هكا حاجه زي شوان وصافي، هذا هو اللي كان. يلا هنا غنسالي معكم هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.